كعادتها المنامة وفي يومها الوطني غنت وأطربت وأنشدت للوطن واحتفلت بالجميع في اليوم الوطني المجيد. صدق يشرفني أن اليوم أنا شاركت في أوبريت محافظة العاصمة تحت رعاية سمو الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة، وإن شاء الله يا رب نلتقيكم كل عام وعام. قدمنا أنا وزملائي عمل إن شاء الله يليق بالجمهور، وكل عام والبحرين بأمن وأمان وبخير. سعيد جدا بالحضور الرائع حقيقة يعني من الشعب البحريني، ونتمنى إن شاء الله يا رب الله يعود علينا هذه المناسبات الحلوة والسعيدة. الأوبريت كان شيء مشرف، الناس كلها كانت مستانسة، وإن شاء الله يعني كل سنة يكون في تطوير بالنسبة حق الاحتفاليات هذه. صراحة كان في أوبريت رائع جدا، يحكي عن تاريخ البحرين الجميل الرائع، يحكي عن حب المواطنين، حق التجانس بين المواطنين، حق الألفة والمحبة، يحكي أن البحرين هي المكان اللي تأصلت فيه الطيبة. قبلة الأمجاد جودي مثل خيمة في مطرها وأمرت بالسلام.